السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا حبيبي، شخباركم؟ كنتمنى إن شاء الله تكونوا على خير وبخير، وأكيد أكيد أكيد في هذه اللحظات وفي الظروف اللي كنعيشوها نطلب الله سبحانه وتعالى يمررها علينا بالخير، وإن شاء الله نخرجوا من هاد المحنة اللي الله سبحانه وتعالى قدرها علينا، نخرجوا منها يعني بنفسية وبمعنويات مرتفعة، وإن شاء الله كما كنقول لكم دائما بمزاج راقي وعالي بإذن الله. حافظوا على المزاج عالي وعلى البال راقي بإذن الله، بمعنويات مرتفعة، بروحانيات وإيمانيات تاهي تكون مرتفعة، أكيد غتساعدنا باش نخرجوا من هذه المحنة بإذن الله. ونطلبوا الله تعالى في هذا الشهر المبارك اللي هو شهر شعبان، وبإذن الله يدخل علينا شهر رمضان ويلقانا يا ربي يا ربي على العلي العظيم، يلقانا يعني تجاوزنا هذه المحنة بتضامننا وبتكافؤنا ويعني بصبرنا وإيماننا بإذن الله. حبيباتي، كنظن أن غيبت عليكم واحد الفترة طويلة نظرا لظروف صحية مريت منها، والآن لقيت راسي خصني حتى أنا يعني مع هذه المناسبة يعني الأليمة اللي كنعيشوها الآن، قلت لما لا حتى أنا نوضع بعض الفيديوهات يعني نشارك بها، ويعني نحاول نغيروا هذه الروتين اللي تنعيشوها، يعني اون روتين اللي شنقول لكم تنحسوا براسنا محبطين، ولكن لا خصنا ما نتحبطوش. وبهذه المناسبة بغيت يعني نشارك معكم واحد الوصفة اللي هي صحية خاصة في الظروف اللي كنعيشوها في الآونة هذه، يعني هذه الظروف الصحية اللي احنا كنعيشوها. هذه وصفة يعني شنقول لكم مهمة مهمة جدا، يعني المناعة وتقوية المناعة، ومع هذا الشهر المبارك وشهر رمضان كتجي غزالة هذه الوصفة، ألا وهي وصفة ديال سميدة الشعير على الطريقة ديال اون سوب، ياك طريقة ديال الحريرة. إذا غادي نبداو على بركة الله. كنعتذر، سمحوا لي واحد دقيقة. نسيت واحد لانغريديون ما حطيتوش، هو سمحوا لي واحد دقيقة نسيت ما حطيتوش، أنا نزلته دابا الآن باش نضيفو على يعني على العناصر. عندنا الدرجة الأولى بصلة محكوكة، بصلة تكون كبيرة وتكون محكوكة. عندنا واحد جوج ديال الطماطم حتى هي محكوكة مبشورة. عندنا جزرة من حجم كبير تكون مبشورة. وعندنا هذا الشعير، سميدة ديال الشعير اللي كتكون شويش غليظة بهذا الحجم هذا، تنكونوا منقعينها يعني منقية ومغسولة، وكننقعوها شوية في الماء باش كترطب باش كتسهل في طريقة هذا الطهي. عندنا جوج دريسات ديال الثوم. عندنا السمن البلدي، هذا أنا محضراه في الدار. عندنا الكرافس، واحد قيمة جوج معالق كبار ديال الكرافس، وعندنا قيمة جوج معالق كبار ديال القزبور، وعندنا قليل من اللحم مقطع، هذا هو اللي نسيت من قبيله وقلت لكم غنسمحوا لي واحد دقيقه. وعندنا في التوابل عندنا الزنجبيل سكنجبير، وعندنا الفلفل الاسود، وعندنا الخرقوم البلدي، وعندنا عفوا لو بويون ديال 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 اللحم، مرق اللحم، وهذا هو كنضيفو. اذا نبداو على بركة الله طريقة الطهي. اذا نبداو على بركة الله. اول شيء كنوضعو يعني البصل هو الاول، البصل هو الاول، تنضيفو له قليل من الزيت، نسيت ما قلتلكمش الزيت البلدية، زيت الزيتون،
تنوضعوا واحد القليل من زيت الزيتون، قيمة اللي كيتحمر فيها شي شويش البصل، صدقوني البنات هذه راها يعني وصفة تقليدية، يعني الكل كيعرف يطبخ السميدة ديال الشهير بهذا بالطريقة الطريقة البلدية، يعني الطماطم والشكل ديال الحريرة، وإنما هاد لاستيس أنا اللي عندي كنضيف ليها الجزر وتنضيف ليها الثوم، كتجي لذيذة وغزالة، لا في المذاق ولا مفيدة الصحة. وحنا هاد الأوينة هادي في هاد الظروف هادي محتاجين بزاف بزاف، يعني الوصفات ديال التغذية ديالنا تكون متكاملة وتكون يعني متنوعة وتكون فيها الفائدة، ماشي ما كنقلبوش الآن على يعني الحاجة اللي تتلدد علينا، لا تنقلبوا على الحاجة اللي تستفد منها الجسد ديالنا، ويعني والجهاز المناعي ديالنا يشتغل اكثر. والله يحفظنا ويحفظكم، هذا اللي غنقولوا، الله يحفظنا ويحفظكم ويبعد علينا هذا الوباء وهذا البلاء يا ربي، ربي سبحانه وتعالى قادر يا كريم، في لحظه في لحظه في لحظه في لحظه في لحظه ربي يبدل علينا السوايع، هذا اللي كاين. اذا مادام درنا لها شويه الزيت وبصيله هي دي كتشحن، غنضيف لها شويه ديال الملح، نديرو بحساب الملح اللي كاين في السمن، ولو انني انا السمينه ما تنديرش فيها الملح بزاف، تنسمن وما كنديرش الملح بزاف. دونك انا درت شويه الملحه، غادي نضيف الزنجبيل، سكينجبير، على فكره خص الزنجبيل يكون شي شويش بزايد، لان كنعرفوا هو في سخون شي شويه، وحنا محتاجين المواد اللي تعطينا طاقه، خرقوم، حتى الخرقوم البلدي راه حنا كنعرفوا المنافع ديالو، الفلفل اسود، دائما مع التحريك. هاهي دي البصل، نضيفوا ليها ديك القطعه ديال اللحم باش يتلقوا تما النسمه ديالها. هاد الوصفه البنات حتى في رمضان، يعني في بلاصه الحريره انا كنديرها، اغلبيه هي اللي كندير الحريره، قليل فاش كنديرها سميده الشعير، هادي بهذه الطريقه هادي كتجي لذيذه بزاف بزاف بزاف. اذا هي دي البصله، وغنضيفوا دابا الجزر حتى هو ينزل، حتى الجزر مع التحريك دائما. يبين ما نزل دات شويه البصله والجزر تينزل تيتجانس مع بعضهم، كنضيفوا الثوم حتى هو، والثوم حنا محتاجينه في هذه المرحله هذه، في هذه الظروف هذه محتاجينه في التغذيه، يتدار في كل شيء، ثوم في الوصفات. انا دابا شخصيا تندخلو في جميع الوصفات، واخا تكون الوصفه يعني ما كتطلبش الثوم، تنوضعو فيها الثوم، يعني كناكلوه بشكل يومي وفي جميع الوصفات، ميم لا سالاد، شتي حتى السلاده ديال لا سالاد ديال يعني
يعني الخيار والخس وهذا تنحك عليها واحد الضريس ديال الثومه ياك مع لا فينيغريت، وضروري اكيد ومؤكد الواحد خصو يدخل الثومه، وحتى الوليدات الا ما تيبغيوهاش ولا هذا دخلوهم في شي، دخلوها في شي وصفات اللي ما تبان لهمش، ما كتبانش. دونك مادام حنا دابا شويه راه نزل نزلات جزر وسميتو، غادي نديرو دابا هيا دوك التقطيعات ديال اللحم تيترخفو، هاتكد عاد جبدتهم هاهما دوك تيترخفو. دونك غادي نزيد دابا لاصوص طوماط هيا دي، وغنخليها حتى هي تدخل مع العناصر شي شويه ياك. مع العناصر هكا شويه، عاد غادي نضيف دابا السمينه، كنمشي مراحل، تضيف السمينه واحد المعلقه السمن. دائما مع التحريك تضروا عليها واحد دقيقه القيمه اللي تغلى شي شويش وتهذا، باش عاد نضيفوا العناصر الاخرى وغنخليوها تطيب مزيان. بعد ما البنات يعني العناصر كلها جلست وتقلات، هانتوما تقلات مزيان وشربات داك يعني التوابل، النسمة ديال التوابل، دابا الان اول حاجه غنديرو هو هاد البويون، هذا غادي نخلطو فيه داك الماطيشة ديك الطماطم ياك المركزة، غنضيفوها البويون وغادي نخلطو مزيان العناصر كاملة، نخلطو وغادي نضيفوه. كنتمنى تجربوها لانها كتجي هائله، غزاله غزاله لا في المذاق ونيت صحيه. دونك حنا كنضيفوا هاد هذا، وكنضيفوا دابا عاد كنضيفوا بلوتو الكرافس باردون، وتنضيفوا القزبور دوك جوج معالق القزبور، جوج معالق الكرافس، ما كنديرش فيها انا المعدنوس، كندير فيها غير الكرافس والقزبور فقط. نضيفو عاد الان عاد غنضيفو الشعير، سميدات الشعير اللي تكونوا منقينا طبعا وغسلينها ونقعينها في الماء، من الاحسن ديرو الشعير الغليظ شي شويه، اللي الحبه شويه اللي غليظه متوسطه كتجي مفركه تجي مزيانه، اما ديك الرقيقه تطيب هذا تجي بحال العصيده. دابا غادي نضيفوا الماء ياك، الماء الكافي، نعطيوها الماء الكافي اللي طيب فيه، راني دابا راه تنغليه ونخليوها طيب مزيان. ها هو دا طاب، تنضيفوا لها الماء مغلى ونخليوها طيب على خاطر خاطرها. هي عطيتها الماء الكافي باش طيب فيه، وهي البنات كطيب، وان شاء الله ملي تكمل ما تغادرونيش وتشوفوا الشكل النهائي ديالها. اهلا البنات، رجعت ان شاء الله من جديد باش تشوفوا الشكل النهائي ديال هاد لاسوب ديال الدشيشه.
الشعير كتجي هائلة البنات، صدقوني كتجي غزالة وصحية وفيها فوائد كثيرة، وخاصة في هذه الآونة هذه نحن محتاجين كما سبق لي قلت لكم أي حاجة تنفعنا المناعة ديالنا إلا ولا نطيبوها لوليداتنا ونفوسنا. إيوا شحال نقول لكم البنات بالصحة والراحة، وتنتمنى إن شاء الله يعني تجربوها كتجي هائلة. ومن بعد ذلك غنقول لكم الله يحفظنا ويحفظكم، والله يسلمنا ويسلمكم من هذا الوباء، وان شاء الله نخرجوا منه سالمين غانمين، ونرجعوا لحياتنا ولحيويتنا ونشاطنا باذن الله. وعوشكم بركه مسعوده يا ربي، والى الملتقى في فيديو اخر. وما تنساوش انكم تشتركوا مع قناتكم اللي هي قناه سونا ستارز اوفيسيال، وتبارطاجيو باش تعمل الفائده على الجميع. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.